ترين فعلا اليوم في السفارة السورية هنا في لبنان غفيرة، عشرات الآلاف من السوريين يتدفقون من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في الاقتراع من خارج بلادهم نتيجة الحرب الدائرة منذ 3 سنوات. هذه الانتخابات هي الانتخابات التعددية الأولى يمكن القول في تاريخ سوريا، بعد أن كان شعار الحزب الواحد القائد، حزب حاكم واحد قائد واحد. أيضا هنا في السفارة السورية هنالك تدافع من قبل السوريين للإدلاء بأصواتهم داخل السفارة. 3 مرشحين يخوضون هذه المعركة يمكن القول الانتخابية هنا في من لبنان إلى سوريا. المرشحون هم رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، أيضا الدكتور حسان النوري وماهر حجار. المرشحون الثلاثة اليوم يعكسون صورة لانتخابات كما ذكرت تعددية. السوريون في لبنان حضروا من مختلف انتماءاتهم ومشاربهم للإدلاء بأصواتهم. أبواب الاقتراع فتحت عند الساعة 8 صباحا، إلا أن السوريين كانوا قد حضروا إلى السفارة وإلى مداخل السفارة من كل الجوانب، من ناحية اليرزي، من ناحية الحزمية، من كل المناطق. قبل يعني عند الساعة 6 كان الاكتظاظ بدأ يملأ الشوارع المحيطة بالسفارة السورية كما تشاهدين كاترين في الصور، إضافة إلى العلم السوري، علم حزب الله، هذا العلم الذي رفع هنا في السفارة وأيضا يرفع على كل الطرقات أعداد السوريين الذين يحضرون. أيضا عدد كبير من الفنانين يحضر للإدلاء بصوته، الفنانين طبعا الموجودين هنا في لبنان. الفنان مظهر الحكيم إلى جانبي وهو حضر أيضا منذ ساعات باكرة للإدلاء بصوته. صباح الخير أستاذ مظهر. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم. اليوم هذه الانتخابات البعض بيقول لأول مرة في انتخابات تعددية بسوريا، أول مرة هذا المشهد، بتأسف أنك تكون عم بتشارك فيه من خارج سوريا؟ لا أبدا، لأنه سوريا ولبنان وأي بلد عربي بتضم السوريين بحب، هي بلدنا. اليوم فينا نسألك مين بدك تنتخب؟ طبعا مين بدك تنتخب؟ معروف، معلمنا، حبيبنا، أستاذنا الرئيس بشار الأسد. بتلاقي انه هيدي الاعداد الكبيرة شو جاي تقول اليوم؟ يعني اعداد خيالية البعض عم بيقول. فعلا انا تفاجأت لما جيت من اول الشوارع من برا، تفاجأت لاحظت انه في قدامي شي 1,000,000 انسان. طبعا هن طلعوا اقل، بس يعني الرؤية من بعيد حسيت انه في حشد كبير يعني. ولهلا انا قاعد عم بتفرج من بعد ما انتخبت، قاعد عم بتفرج. اولا كمظهر الحكيم المواطن السوري، ثانيا كحب الاستطلاع، وكمان كمحطة الثبات اللي أنا هلأ فيها كمدير برامج. أنا عم تابع الحالة اللي فيها كتير شغف وفيها كتير حب وفيها كتير ألفة، يعني أنا بصراحة ما كنت متوقع هذا الكم. اليوم السوريين جايين ينتخبوا ولا جايين يقولوا لا للحرب؟ لا، جايين يقولوا أولا لا للحرب، ثانيا ينتخبوا، لأنه نحن تعرضنا لأزمة خطيرة. يعني أنا ما بدي رد فتح جروحاتنا، سوريا تعرضت إلى أزمة وليست عادية لم تحصل في تاريخ العالم. سوريا هجوم الناس عليها أو الأعداء، 83 بلد يحاولوا تدمير سوريا. سوريا لو ما كان فيها شيء، يعني أنا بحكي هلأ كإنسان، لو ما كان فيها شيء قوي وشي متين وفيها جزور وفيها أصالة، ما كانت تكاتفت الناس عليها لحتى تدمرها. سوريا فيها تاريخ، تاريخنا العربي معروف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل لدمشق وقلوا بصمته، وقالوا له يا رسول الله لما لا دخلت دمشق؟ قال لهم لن أدخل الجنة مرتين. اليوم استاذ مظهر البعض مصر من السوريين مثل ما عم شاهد يصوتوا بالدم، يبصموا بالدم، يعني هذا الامر شو بيعني؟ انهم عم ببيعوا مجددا؟ البعض رح يقول انه قديش ديمقراطيه هذه الانتخابات في ظل الحرب في سوريا. لا مشان نخليها للنكته، في دم كثير صار. معلش، هذا شعور انسان، شعور واحد مواطن ترك بلده وتشرد وطلع لبرا. نحن ما تشردنا بإرادتنا، ما طلعنا لبرا بإرادتنا. في مواطنين طلعوا غصب عنهم، في مواطنين هربوا من القتل، في مواطنين هربوا من الاغتصاب، من السرقة، من النهب.
يعني ما مو واحد بيطلع من بلده بإرادته، بيطلع غصبا عنه. أنا ما طلعت بإرادتي من سوريا، أنا طلعت مرغم أخاك لا بطل، لكن الظروف هيك، لكن أنا سوري. تعتبر الانتخابات ديمقراطية؟ أنا بعتبر هي الانتخابات قمة الديمقراطية وليس الديمقراطية. شكرا شكرا استاذ مزار، شكرا لك. اذا كاترين، يعني المشهد هنا تحديدا خلفي في السفاره السوريه، اذا يمكننا مشاهده المشهد من مداخل السفاره السوريه. كما ذكرت اعداد كبيره تحضر، مددت ساعات الاقتراع، فتره الاقتراع حتى السابعه مساء بحسب ما اعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي في لبنان، وذلك لكي يتمكن اكبر قدر ممكن من السوريين من الادلاء باصواتهم. السوريون الذين هم يعتبرون اليوم في لبنان لاجئون ونازحون من الحرب في بلادهم، يحضرون اليوم كما ذكرت لقول كلمتهم، لقول كلمة سوف تكون في المشهد، هي الكلمة السرية التي ستوضع في صندوق الاقتراع، أو الاسم السري الذي سيضعونه في صندوق الاقتراع. الشعار الأبرز الطاغي هو شعار كما تسمعون بالروح بالدم، يفتدون الرئيس بشار الأسد. نعم. وإذا كاترين هذا هو المشهد من هنا من السفارة السورية، تفاصيل جديدة سنعود إليكم طبعا.